من هم قوم ثمود؟ قوم ثمود هم أحد الأقوام الغابرة التي مرت في تاريخ البشرية، ويرجع نسبهم إلى سيدنا نوح عليهم السلام. قد كانت ثمود كافرة بالله سبحانه وتعالى وبأنعمه عليها، عاتية عن أمر ربها، متكبرة ظالمة لنفسها. وقد أرسل الله عليهم نبيه صالح عليه السلام رسولا منهم، فذكرهم بأنعم الله ودعاهم لعبادة الله وحده وترك ما يعبدون من دونه. وقد جاء ذكر قوم ثمود قوم صالح في كتاب الله في عدد من المواضع، منها قول الله عز وجل: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، إني لكم رسول آمين، فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. فكذبت ثمود نبيهم صالحا، فاستحقوا عذاب الله وعقابه، فعاقبهم بكفرهم بعد أن أملى لهم ونفذ ما طلبوا من براهين على نبوته حين قالوا له، بعد قول سبحانه وتعالى: قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. بعد ذلك أخرج لهم صالح عليه السلام ناقة من الصخر بأمر الله، دليلا على صدق نبوته وأنه مرسل من عند إله واحد، ونهاهم عن قتلها والتعرض لها، فلم يستجيبوا لأمره وقتلوا الناقة، فاستحقوا عذاب الله لعدم استجابتهم لأمر نبيهم. قال الله تعالى: قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين، فأخذهم الله، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فماذا كان عذاب قوم ثمود؟ ولماذا استحقوا عذاب الله؟ وماذا كانت عقوبتهم؟ بعد أن استحق قوم ثمود عذاب الله بقتلهم الناقة التي نهوا عن قتلها، ظهرت علامة استحقاقهم للغباء برغاء ابن الناقة الذي شهد مقتل أمه، حيث صعد إلى جبل قريب ورغى 3 رغيات، فقال لهم صالح عليه السلام: إن تلك الرغيات هي علامة عقوبتهم ومدتها، وأن عذاب الله سيأتيهم بعد 3 أيام، فكذبوه وأرادوا قتله حتى لا يأتيهم عذاب الله، ظنا منهم أنهم سينجون بذلك. قال الله تعالى: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرون مكرا وهم لا يشعرون. حينها أرسل الله سبحانه وتعالى على الذين أرادوا قتل صالح حجارة فقتلتهم، وبعد تمام 3 أيام التي وعدهم بها صالح جاءهم العذاب الذي استحقوه، وصادف ذلك يوم الخميس الأول من أيام النضرة. وقد انقسم عذابهم على عدة مراحل، وكانت المرحلة الأولى تتمثل بأن أصبحت وجوههم قريبة للصفراء، ثم في اليوم الثاني أي يوم الجمعة أصبحت وجوههم قريبة من الحمراء، فإذا جاء اليوم الثالث أصبحوا وقد اسودت وجوههم، وكانوا يذكرون أنفسهم في كل يوم بدنو العذاب استخفافا بصالح عليه السلام. حتى إذا انتهى يوم السبت اليوم الثالث للإنذار بالعقوبة، نادوا صالح عليه السلام أنه قد مضى الأجل الذي أجلته لنا. فلما كان يوم الأحد قاموا من فرشهم واستعدلوا للخروج، وجلسوا بانتظار وعد الله وعذابه، حتى إذا أشرقت شمس يوم الأحد جاءتهم صيحة بغتة من فوقهم، وأعقبتها رجفة من أسفلهم، فماتوا على حالهم الذي كانوا عليه جميعا، وأصبحوا في دارهم جاثمين، لم يتحرك منهم أحد، ولم ينجو منهم إلا جارية مقعدة كان اسمها كلب بنت السلق. فلما رأت تلك الجارية ما جرى لقومها، أطلقت رجلاها وقامت تمشي، فأتت أحد أحياء العرب وأخبرتهم بما جرى، وطلبت منهم شربة ماء، فلما شربت ماتت على فورها. قال تعالى: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، كأن لم يغنوا فيها إلا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. ثمود هم قوم سيدنا صالح عليه السلام الذي أرسل إليهم ليدعوهم إلى الإيمان بالله وحده، وقد سميت ثمود بذلك نسبة
إلى جدهم ثمود، وهم من العرب العاربة، فهم بذلك ينتسبون إلى نوح عليه السلام من ابنه سام. سكن قوم ثمود في بقعة ما بين الحجاز وتبوك، وكان وقت ظهور قوم ثمود في الفترة التي أعقبت قوم عاد، وقد أخذوا عنهم عبادة الأصنام. فلما أرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا صالح إليهم، آمن معه جزء منهم وكفر به غالبيتهم، واستهزأوا برسالته وكذبوه وتكلموا فيه بما لا يليق به، حيث رموا بالسفاهة والجنون، وبعد كل ذلك حاولوا قتله للتخلص منه، حتى استحقوا عذاب الله بظلمهم وعتوهم. بعد أن كذب قوم ثمود نبيهم صالح واستهزأوا به وبدينه، طلبوا منه أن يخرج لهم ناقة من إحدى الصخور الصماء كنوع من السخرية به، ووعدوه بالإيمان برسالته والتصديق بما جاء به إن أخرج لهم من الصخرة ناقا حلوبا. فلجأ سيدنا صالح عليه السلام إلى ربه سبحانه وتعالى وناجاه، ودعاه أن يلبي طلبهم حتى يقيم عليهم الحجة ويؤمنوا به، فاستجاب الله له، وخرجت من الصخرة بأمر الله ناقة بنفس الوصف الذي طلبوه. فشاهدوا الصخرة تنشق وتخرج الناقة، فلما رأى قوم ثمود الناقة صعقوا، وبعد أن عاينوها وتأكدوا من مواصفاتها أنها طبق ما طلبوا، آمن بسيدنا صالح قسم منهم وكفر به أكثرهم. بعد أن لبى صالح عليه السلام طلب من قوم ثمود ألا يؤذوها وأن يتركوها تأكل من أرض الله، وقد جعلوا لها آيات مخصومة، أياما مخصومة ترد فيها الماء ولا يرد الماء معها أحد منهم، فكانت ترد الماء يوما بعد يوم، وكانت الناقة عندما ترد إلى الماء تشربه جميعه. وقد قيل أن ثمود كانوا يشربون لبنها فيكفي جميع القوم. فلما استمر بهم الحال على ذلك، ساءت ما وصل إليه أمر الناقة من شرب الماء وقسمته بينها وبينهم، فأجمعوا على أن يذبحوها، ففعلوا ذلك فاستحقوا عذاب الله وعقابه، حيث كان صالح قد نهاهم أن يمسوها بسوء وإلا أتاهم عذاب الله.